هذا السائل محمد يقول حفظكم الله، هل السنة للمصلي قاعدا أن يضع يديه على ركبتيه أو على صدره، وقد جاء في بعض الأحاديث تدل على مشروعية الوضع على الركبتين، فما هو الصحيح؟ الجلوس في محل القيام إذا كان عاجزا عن القيام فيضع يديه على صدره كحالة القيام، وأما في حالة الجلسة بين السجدتين وحالة التشهد الأول والأخير فيضع يديه على فخذه. نعم.